قبل 20 سنة في برامجنا سألني سؤال، لو حصلت مليون ايش بتسوي فيها؟ اليوم بنعيد نفس السؤال وبنشوف الأجوبة إهي ولا تغيرت. الحين لو واحد منكم حصل مليون ايش بيسوي فيها؟ ممكن يجي لسكتة. حصل مليون دولار تفتح مطعم؟ ما بترد عليهم؟ سالفة فيه مليون لا تحرك المشاعر كلها الحين. يا ريت وين هي؟ ابني لي بها بيت. خلني حفر شوفي. شو بتسوي لي؟ ابغى اقول لك عقار. اتكيف فيه، طاف من عمر 74، زين؟ اللي بقى بتكيف المليون. هي في دم فيها مليون، سلمك الله. باهج ما ما ما, ما تلاقي لي اثر، يمكن حتى القمر اروح. افتح لي مشروع معرض سيارات. اكيد اشتري بيت. بعطيك اياهم. بفتح بزنس، بشتري عقار، بسافر فيها مثل ما أنا مسافر الحين. تزوج بنت الناس بيتنا، بنطور على مشروعنا. المليون اللي كان حلم أو كان غشمرة في برنامج واللي كان صعب أو مستحيل عند البعض، الحين من خلال بنك إلى وحساب الكنز ممكن تحصله.